أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدمت لبنك التسليف لطلب قرض زواج، واشترطوا أن يكون الراتب أقل من 6000 ريال وراتبي 7000 ريال، ولحاجتي الماسة لهذا القرض أخذت تعريفا من العمل بأن راتبي 6000 ريال، فهل علي شيء في ذلك علما بأنه ليس لي إلا الله ثم هذا القرض في إتمام زواجي؟ تقدمت، يقول أحسن الله إليكم، تقدمت لبنك التسليف لطلب قرض زواج، واشترطوا أن يكون الراتب أقل من 6000 ريال وراتبي 7000 ريال، ولحاجة الماسة لهذا القرض أخذت تعريفا من العمل بأن راتبي 6000 ريال، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كان التسريف قرض حسن وليس فيه ربا لا بأس، ولكن الكذب، أنك كذبت في مقدار الراتب، هذا كذب واحتيال ولا يجوز لك هذا. عليك بالصدق، تلزم الصدق ولا تكذب أو تحتال. نعم. انت.